يقدم ماشي تهبطوا في واش كيعشروا هاد الناس ولا ما كيعشروا؟ كندير فيديو سمو اماراتي سمو اماراتي وتنسيق مع السلطات المحلية وتم الاهتداء إلى المستودع المتواجد بحي الجرف بإسكان حيث تمت معاينة واحد المخزون ديال التمور اللي تقدر بحوالي 20 طن تقريبا ونحن بصدد التعداد الحقيقي ديال هذه الكمية المخزونة هنايا في هذا المستودع هذا واللجنة هنا راه كتضم مختلف المصالح منها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إدارة الجمارك والمكتب الصحي البلدي والسلطات المحلية ومدينة الصحراء كذلك وهذه الكمية هذه راه سيتم حجزها رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك وطنيا احنا اليوم في إطار الحملات وهذه الحملات سبقتها قبل رمضان حملات تحسيسية للتجار تنوعيهم بالطرق اللي يمكن لهم باش يوضعوا السلع ديالهم المنتوجات ديالهم في الدكاكين ديالهم وهنا كاين واحد القرار اللي هو قرار عامل ديال صاحب ديال عامل صاحب الجلاله على عمليه سكينه التملل اللي حاول يشركنا كجمعيات ديال حمايه المستهلك الى جانب القسم الاقتصادي مندوبيه الصحه والمكتب الوطني للسلامه الصحيه في اطار ديك الحملات اللي خلال ما غاديش تكون غير خلال رمضان وانما غادي ان شاء الله غادي تكون هذه الحملات من بعد رمضان حنا وشاركنا في جميع الخرجات واللي كتكون هي خرجات اللي كتكون هي على غفله بحيث صادفنا مجموعه ديال الديبوات هنايا اللي هي غير مرخص لها وغير مقننه
وحاولنا نهزو مجموعه ديال المنتوجات اللي تتجلى في التمور والسكنجبير والكاوكاو اللي هو مطحون واللوز اللي هو مطحون. هذه المواد هي غالبا تنوجدوا انها منتهيه الصلاحيه، وحنا تنتمنوا هذه المبادره ديال 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 العامل اللي حاول يقحم ويشركنا كجمعيه ديال حمايه المستهلك في هذه اللجان المختلطه واللي عطات الثمار ديالها خاصه في شهر رمضان المبارك. الله يبارك. انا ماشي مشكله في غير هذا هذا.